السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنلاقي في بيتنا صيدلية بتعالج حاجات كتيرة واحنا مش واخدين بالنا منها. هنلاقي ان احنا لو حطينا معلقة قرنفل صغيرة مطحونة على كوباية حليب وشربناه على الريق هنلاقي نتائج رائعة جدا. معلقة صغيرة من القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب هنلاقي ان هو بيعالج ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى، بيعالج روماتيزم القلب والمفاصل، آلام المفاصل، الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف والجيوب الأنفية، بيعالج العقم، بيعالج الزغطة المستمرة، بيعالج وبيساعد في علاج ضعف الهضم وضعف الذاكرة وسوء الفهم، مشاكل الغازات اللي موجودة في المعدة والأمعاء بيعالجها، ضعف عضلات المثانة والتبول اللا إرادي وسلس البول، ضعف اللسة والأسنان وألمهم، الخمول والضعف العام، ضعف النظر والعين، حب الشباب والتهابات الجلد ولدغات الحشرات. هنلاقي إن هو بينظم السكر وبيحافظ على مستوياته منتظمة في الجسم، بيعالج نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية وبيرفع المناعة، بيعالج ألام الحلق والتهاب اللوز، بيساعد في الوقاية من الأمراض الخبيثة، وبيخلصنا من القلق والاكتئاب والحالات النفسية، بيساعد في علاج البواسير والتهاب الشرج. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.